شغلي دكتور اليوم يلي عم يسمع هلا، يعني انا هيك بفكر مثل ما بنسمع كمان بالشارع ومثل ما هو عاده بيكون الواقع والخطاب الوطني. اليوم الخطاب الوطني بيقول انه اذا الحرب هي بين لبنان، حتى لو كان بين حزب الله، بالنهايه هذا حزب لبناني، واسرائيل، ما فيك تكون الا مع لبنان، حتى لو كان ممثل بحزب أنت بتختلف معه. بين لبنان وإسرائيل أنت مع لبنان، وبعدين بتصفح حسابك مع حزب الله في الداخل بس تخلص الحرب. سمر لو ما فيك تكون مع إسرائيل ضد لبنان. تفضل. لو كنا اليوم عم نفتح هذا الموضوع، عم نتبنى هذا المنطق منطقنا، كان حقك تقولي هذا الكلام. نحن صرنا ننبه سنوات، السنة الماضية نبهنا حزب الله كثيرا انه اوعى وقف حرب، ولا بقى تفوت بوحدة الساحات، ولا واعلان انفصالك عن وحدة الساحات لحتى ما نتحمل نحن الضربة. طلعت وحدة الساحات لمصلحة اسرائيل مش لمصلحتنا، ولا لمصلحة لبنان، ولا لمصلحة حزب الله. ولكن شو صار بحزب الله وبلبنان؟ ولح بعد نشوف اكثر استنزاف بلبنان بسبب سياسات حزب الله اللي هو فرضها على لبنان وعلى الشعب اللبناني. أنا إذا عندي كرامة يا سمر، أنا ما بقبل يأخذ عني قرار حزب الله أو أي طرف. بده يشاورني. نحن لبنان شراكة، ما بيقدر يروح على حرب بدون ما يحكي معي. طيب. هو فرض هذه الحرب. طيب علي. هو فرض هذه الحرب. أوكي. خليني أنهي. لا إيه انهي. تفضل. خليني أنهي. تفضل. في مسارين اليوم سمر. في مسار استنزافي متبنى حزب الله ومحور الممانعة، وهو مسار استنزافي على الأرض اللبنانية وبغزة وبسوريا وبالعراق وباليمن دفاعا عن إيران. وفي مسار آخر عم نطرحه نحن وطرحناه امبارح بمعرض، هو انتخاب رئيس، وقف إطلاق نار، تبني قرارات الأمم المتحدة كاملة 1700 يذكر 1559 1680 لحتى نبدأ الدولة، دولة تسحب فتيل أنه نحن منصة وساحة للحروب لوحدة الساحات. الدولة اللبنانية بمواقفها الأخيرة، ممثلة بالرئيس مئاتي، ممثلة بالرئيس بري، ممثلة بكل الجهات، عم تسحب الفتيل. ليش أنتم مصرين تشعلوا هذا الفتيل؟ اليوم إذا عم نحكي بال 1701 1559 قالكم الرئيس بري هلأ هيدا صار ورانا، ما بقى نحكي فيه، وإن تضمنوا 1701 1680 يلي هو نشر اليونيفل على الحدود مع سوريا، برأيكم هلأ وقته هذا الموضوع ولا على البارد؟ وبيبقى في سؤال كتير أساسي دكتور، اسمح لي، بيبقى في سؤال كتير أساسي. أنت اليوم عم بتقول أنه حذرنا حزب الله من قبل وفتح حرب بلا ما يسألني وأنا بدي سلم جدل معك ومعك حق. أنت اليوم الدم بالأرض، الحرب ماشي، كل هذا الشيء اللي عم نشوفه، أنت اليوم كقوات لبنانية كفادي كرم، أنت مع لبنان ولا مع إسرائيل؟ هلا سمر مش هاي. انا ما عم بقول لك، انت اكيد انت فاهمه علي، هذا المنطق ما بينطرح علي انا. بلا بده ينطرح لما بدك تقول لي، لما بدك تقول لي مش مشكلتي، مش عم بيدافع عني، مش موجود على حدود لبنان، عم بيقاتل بلبنان وعم بيدافع عن لبنان. انت معه ولا مع اسرائيل؟ تامر، ما لا 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 لا، ما بقبلوا للسؤال ابدا، كله مرفوض. انا اللي بدافع عن لبنان، وانا اللي بعرف دافع عن لبنان، وانا اللي عندي شهادة للدفاع عن لبنان بالوقت اللي الطرف الثاني كان عم بيدعوس على قضيتي وعلى دفاعي عن لبنان وعلى سيادتي. لا يا سمر، منا مطروحة هيك. هذه الحرب، وستكتشفون ذلك بعد اشهر، هذه اذا لم تكتشفوه لحد هلا، هذه الحرب هي بين مشروعين. نحن بالوسط، ما له دور لبنان بالموضوع ابدا، وما له علاقه لبنان بالموضوع ابدا. اما بالنسبه للقرارات الامميه، اول شيء مش اللي بيقوله الرئيس بري هو المصحيح، هيدي قرارات دوليه مش بفسرها على طريقته مثل ما بيفسر الدستور اللبناني. لا، بال 1701 ببند 3 وبند 8 مذكورين 1559 1680 للاعتماد عليهم، ونحن نطالب بهم هلا مش بعدين، لانه هلا اللي بيخرجونا من حرب الاستنزاف، والا نحن رح نبقى بحرب الاستنزاف يا سمر، ورح ندفع اسمين اغلى واغلى، ونحن اللي منا جاهزين لتحمل الحروب، نحن ما عندنا قدره لتحمل الحروب، لك ملجا ما عندنا ولك يا سمر، هلا قاعدين عم ننبش على قطع ارض لنحط خيام.
اوكي تحط خيام خليني عليها. عم يقطع ليك شعبنا وينوي على الارض، ما بيقدر يتخبى بشيء ولا حدا بيقدر يهتم فيه ولا عندنا قدره الاهتمام فيه. هلا ناطرين مساعدات اوكي من دكتور، هلا ما مش اول مره، اذا نحن معودين عليه للاسف تاريخيا.